كلامنا دلوقتي هيكون مهم جدا، هيكون يعني جرس انذار. يا جماعة خلي بالكم من ولادكم، الضنا نعمة كبيرة جدا من عند ربنا. بكلمكم الكلام ده ليه؟ أنا بكلمكم عن التحديات الخطيرة اللي ظهرت في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كله. بين طلاب المدارس وكمان في سن صغير بيكون عبارة عن خطوات بيدخل الطالب فيها لحد ما يوصل لحالة إغماء، وممكن للأسف يؤدي الطالب ده يؤدي للأسف لوفاته في الآخر. مشاهد صعبة كلنا شفناها وبنسأل هي المواقف دي حصلت ليه أو كل الكلام ده حصل ليه؟ فلازم ناخد بالنا من ولادنا كويس جدا يا رنيا. خليني اقول لك انت عندك حق جدا في كل كلامك، لكن زي ما قلنا او زي ما انا قلت في الانترو ان كل واحد ليه دور. المدرسه كان ليها دور مهم جدا او لازم يبقى لها دور مهم جدا. اولياء الامور كمان لازم يراقبوا سلوك اولادهم، وخصوصا لو لا قدر الله ان هم عندهم اضطراب نفسي او عندهم كمان مرض عضوي، لان لا قدر الله ده كمان بيأثر بالسلب. خليني اقول التحدي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده على فكره هو ده مش وليد اللحظه، التحدي ده كان بقاله كذا سنة وحصل حالات بعد الشر يعني على كل اللي بيتفرجوا علينا، حصل حالات إغماء وحالات وفيات، والأهالي رفعوا قضايا على التيك توك والتحدي ده اتشال خالص من التيك توك، وللأسف إن الفترة اللي فاتت رجع ظهر بشكل ثاني. ده بقى يجي دور الإعلام هنا، وده دورنا إحنا إن إحنا كمان نوعي حضراتكم ونوعي الأولاد اللي بيتفرجوا علينا إن إزاي التحديات دي إن إحنا نتفرج عليها لكن إن إحنا ما ننفذهاش. ده اللي هيكون بقى النهاردة موضوع فقرتنا وضيوفنا الأعزاء اللي الحقيقة اللي أنا اتشرفت بيه النهاردة، وهو دكتور محمد عبد العزيز. هو عزيز بيقولوا له عزيز على طول، هو صانع محتوى طبي على تيك توك. أهلا بك يا عزيز. ازاي حضرتك؟ مش عارف أقول لك عزيز أصلا، بحس يعني دكتور عزيز. دكتور عزيز خلاص. دكتور عزيز أهلا بيك. ازاي حضرتك؟ أهلا بيك. كمان معنا دكتور دينا جلال استشاري الصحة النفسية، أهلا بيكي وأنتم منوريننا النهاردة. ميرسي كولك ذوق. عايزين نعرف ليه الطالب يقعد يعمل تحديات كده في وسط شله كبيره لحد ما يوصل لحاله اغماء. نبدا بحضرتك الاول. تمام. هو بالنسبه لي شايفه الموضوع ترند، هم بيعملوا ايه الترند ده؟ يعني اكتر حاجه بالنسبه لهم بتجيب فلوس. المراهق في السن ده بيبقى عايز اي حاجه سريعه تخليه مشهور، يلفت الانظار، لان هو في سن المراهقه بيعاني من بعض المشاكل السلوكيه اللي الاهالي ما بتبقاش واخده بالها منها. اول حاجه ان هو بيبقى حاسس دايما ان هو مهمل، ان هو بياخد اوردرز بس هو مش عايز ياخد كده الاوردرز دي، فبالتالي بيحس دايما ان هو مش محبوب، مش قادر، لو حتى كمان مش قادر يعمل علاقات اجتماعيه، فعايز الشهره اللي بتجيب فلوس. وفي نفس الوقت موضوع الترندات ده حاجات جديدة وكتير خلاص، هي الميديا خلتنا ان احنا هي ده الاساسي، السوشيال ميديا. بس فكرة ان هم يعملوا حاجة زي دي هي تشالنج بالنسبة لهم. يعني انا كنت بشوفهم بيجيبوا الاكياس بتاعت الحاجات اللي هي السبايسي، لا وكلاسيكس، ايه هيعمل مع كلاسيكس بي، تحدي الحراق، حاجات كده هم عايزين يحسوا باهميتهم. يعني بالزبط. ده الفيديو اللي احنا شايفينه ده انتشر بشكل كبير جدا، والحقيقه ده تحدي الاغماء، وده تحدي الاغماء، وده وقع قلوبنا كلنا وبنبقى خايفين. يعني الست او الام او الاب سايب بنته في ولا ابنه في المدرسه وما يبقاش عارف بيه ولا عنده علم باي حاجه، ونشوف البلاوي السوداء اللي بالظبط. طيب خليني اروح لدكتور عزيز واسالك، انت مكسر الدنيا على التيك توك مبدئيا، يعني بجد بتعمل محتوى محترم جدا وبتقدم حاجات بتفيد، على فكره بتفيد الولاد والشباب وتفيدنا احنا كمان كاولياء امور او كاهالي. التحدي الجديد اللي احنا شفناه اللي هو تحدي الاغماء، انت عملت كذا فيديو الحقيقه واتكلمت عن الموضوع ده. حضرتك دكتور في طالب في كليه الطب ان شاء الله تتخرج على خير ان شاء الله، فخلينا نتكلم عن التحدي ده. الطالب او مش هو احنا بنشوفها، انا بقول طالب لان شفناها مع كل الطلبه، طلاب المدرسه بالظبط، هي اكتريتهم مع طلاب المدرسه. فخليني اسالك، ايه الدوافع اللي بتخلي الولاد دول ان هم يعملوا التحدي الاغماء ده؟ هو في الاول انا عايز اوجه رساله لكل الشباب والمراهقين، يعني قبل ما ندخل في الموضوع، احنا مش ضدكم خالص، بل بالعكس، ده احنا من خوفنا عليكم وحبنا ليكم احنا خايفين على مصلحتكم، وعايزينكم كمان يعني تبقوا صوره مشرفه لمصر والوطن العربي، لان هم اللي هيمشوا البلد بعد كده مثلا على 2030. فالفكره كلها في الفيديوهات التوعويه هي مش انتقاد للاشخاص، ولكن هي مثلا لو افترضنا ان في طريقين، طريق نور وطريق ظلمه، والشخص ده دلوقتي في نص
نص الطريق الضلمه، احنا بالتوعيه بس احنا جبناه كده بتاكسي ورجعناه لاول الطريق وبنقول له اختار من اول وجديد، هل تمشي في الطريق اللي فيه نور ولا الطريق اللي فيه ضلمه؟ طيب ما تيجي نشوف الطريق اللي فيه نور. انت عملت فيديو، تعال نشوف فيديو لان فيديوهاتك مهمه جدا 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 عشان الناس اللي كانت زي حالتي. انت سبب ان انا عملت تيك توك على فكره، الناس اللي ما عندهاش تيك توك، الحاجات المحترمه اللي المفروض تتعرض على التيك توك. تعال نشوف الفيديو ونرجع تاني. تمام. في أكتر من 5 مليون شخص شافوا الفيديو ده خلال آخر 24 ساعة، وأكتر من ربع مليون شخص عملوا لايك للفيديو ده وعجبهم اللي حصل فيه، ومعظم الكومنتات كلها بتقول طب ممكن تقولوا لنا الطريقة عشان كلنا كمان نجربها ونعمله ترند عندنا في مصر والوطن العربي. فهل فعلا الحركة اللي حصلت في الفيديو ده هي حاجة عادية وأي حد ممكن يجربها، ولا فيها خطورة على حياة الإنسان؟ بس قبل ما نجاوب على السؤال ده، خلونا الأول نفتكر إحنا إزاي عايشين كبشر. في عضوين مهمين عندنا في الجسم وهما القلب والرئتين، ودول مسؤولين عن إن هما يمدوا جميع أعضاء الجسم الطاقة عشان يقدروا يقوموا بوظائفهم، وده عن طريق ان القلب بيكون عبارة عن مضخة بتضخ حوالي 5 لتر دم في كل مرة بينبض فيها، بحيث ان الدم ده يعدي في الاول على الرئتين، واثناء عملية الشهيق يدخل الاكسجين من الجهاز التنفسي ويتحمل فوق الدم اللي جاي من القلب. يعني ممكن نشبهها ان ميكروباصات الدم اللي جاية من القلب بقت متحملة باشخاص هم عبارة عن جزيئات الاكسجين. بعد كده الميكروباصات دي بتخرج من الرئتين وبتروح تعدي على جميع اعضاء الجسم وبتبدا تديها جزيئات اكسجين، وده لان الاكسجين مهم جدا لجميع مصادر الطاقه في جميع الاعضاء عشان يقدروا يقوموا بوظائفهم بما في ذلك المخ. والمخ هو العضو الاساسي اللي بيخلينا اصلا نبقى فايقين دلوقتي ومركزين بالحاجات المحيطه بينا. ممكن برضو نشبهها بمثال ان الاكسجين ده بنزين والاعضاء بتاعتنا هي عباره عن سيارات، وبالتالي لو السياره ما فيهاش بنزين هل هتتحرك؟ لا طبعا، هتفضل واقفه في مكانها. طيب اللي حصل في الفيديو كالاتي، البنت في الاول كانت واخده وضعيه القرفصاء او السكواتنج، والوضعيه دي بتتني الاورده فبتمنع رجوع الدم من الاطراف الى القلب مره ثانيه، وده معناه ان القلب في النبضه الثانيه هيخرج كميه دم اقل. يعني مثلا لو كان هو مخرج 5 لتر دم في اول مره بعدين الشخص اخذ وضعيه السكواتنج، فالدم اللي رجع بقى قليل فيخرج مثلا في المره الثانيه 4.5، المره الثالثه 4.25، المره الرابعه 4، وهكذا. تاني حاجه بنلاحظها ان البنت بس عماله تنفخ ببقها بحيث انها تخرج ثاني اكسيد الكربون، ولكنها ما كانتش بتستنشق اي هواء، وبالتالي ما فيش اي اكسجين جديد بيدخل للجسم. وهي كده عملت مشكلتين في الدورتين مع بعض، الاول خلت كميه الدم اللي هتخرج من القلب قليله، ثانيا كميه الاكسجين اللي هيتحمل على ميكروباصات الدم قليله برضه. والمحصله النهائيه ان كل الاعضاء هيوصل لها دم اقل باكسجين اقل، وبالتالي البنزين اللي هيوصل لها اقل، فكلهم مش هيقدروا يقوموا بوظائفهم بشكل صحيح. والمشكله الثالثه اللي خلت البنت يغمى عليها انها لما وقفت صاحبتها بدات تضغط على رقبتها من هنا، والضغطه دي بتسد الشرايين اللي بتطلع الدم وتوصله للمخ، وبالتالي فالبنت هنا حرمت المخ من وصول الدم ليه المحمل بالاكسجين، وهو ده السبب انها دخلت في غيبوبه مؤقته. وعايز اقول لكم ان المخ لو قعد دقيقه واحده من غير ما يوصل له دم محمل باكسجين فالخلايا العصبيه بتبدا تموت، ولو الموضوع استمر لمده تزيد عن 3 دقائق فالخلايا العصبيه اللي هتموت هيكون عددها اكبر بكتير، وكمان الخلل او المشكله اللي هتحصل في المخ هتفضل دايمه ومش هتتصلح. ولو الموضوع ده زاد عن مده تزيد عن 5 دقائق ففي خطوره كبيره جدا على حياه الشخص وممكن يتوفى. اعتقد الاجابه واضحه ان الحركه دي غلط جدا جدا جدا، لانها بتاثر على جميع الدورات الحيويه في جسم الانسان وبتضر جميع الاعضاء، ما ينفعش اي حد يعملها. يا ريت لو اي شخص كان عنده فضول ان هو يعمل الحركه دي او شاف الفيديو او يعرف حد من صحابه يمنشنه في الكومنتات بحيث ان احنا ننشر المعلومات الصح في المجتمع بتاعنا. وعايز انوه ان الفيديو ده غرضه التوعيه فقط وليس انتقاد اي شخص، وبتمنى ان كل شخص عمل الحركه دي يكون سليم وما حصلتلوش اي مضاعفات. حقيقة فيديو مهم جدا جدا جدا، خصوصا ان هو معروض على تيك توك عشان توعية، مش بس للأمهات اللي طبعا خايفين من القصة دي، لا ده كمان توعية للولاد اللي بيعملوا كده. فانت رحت لهم في منطقتهم زي ما بيقولوا، خطر 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 جدا اللي شفناه، ولكن الفيديو فيه جوانب كبيرة جدا حلوة وجوانب إيجابية كبيرة هتساعد ناس كتير. قولي الهدف منه كان ايه، وازاي انت فكرت ان انت توصل يعني الفيديو كده يبقى لذيذ وسهل وبسيط وناس كلها يفهمه؟ هو الصراحة انا من ساعة ما بدأت على السوشيال ميديا، يمكن انا بقالي سنتين بقدم محتوى طبي، بس انا دايما حبيت استهدف فئه الشباب والمراهقين، لاني بحس ان الناس مثلا بعد سن ال 30 35 كل واحد بيبدا يهتم بصحته، لكن في الفتره بتاعه الشباب اللي هي بتتراوح من 15 ل 25 احنا حاسين بقى بالطاقه والقوه، فانا مش مهتم، انا اي حاجه هتحصل لي عادي، انا اوريدي جسمي بيقدر يتكيف مع الموضوع وما بصابش باي حاجه. فبدات ان انا اكون كونتنت طبي بس بطريقه توصل للشباب والمراهقين بطريقه ممتعه ومسليه. يعني في الاول كنت مثلا عملت سلسله عن الامراض النفسيه بشرحها باستخدام
استخدام افلام ومسلسلات بحيث ان هو انا بتفرج على المسلسل ده ده شد اللي قدامك يتفرج عليه بالظبط، اوصل له المعلومه بطريقه سهله برضو ايه ويقدر يستوعب، وانت شاب زيهم فانت عارف ايه اللي يقدر يجذبهم بالظبط. انا برضو اخويا في نفس المرحله العمريه، اخويا دلوقتي في اولى جامعه، انا وكنت معاصره وهو مراهق وانا برضو كنت مراهق، يعني الفرق مش كبير جدا في السن، فانا قادر استوعب هم بيفكروا ازاي. انا مش بلومهم الصراحه، انا عارف ان فعلا فتره الشباب والمراهقه احنا بيكون عايزين نعمل افعال طائشه بدون التفكير مثلا في العواقب اللي ممكن تحصل. افعال طائشه ماشي، بس ما نموتش نفسنا بس يعني. بس بقى فعلا في ترندات بقت بتطلع غلط، ودي فكره بقى دورنا احنا كصناع محتوى مثلا، اللي عنده فعلا حاجه يقدر يفيد بها الناس يفيدهم بيها.